اليوم خطر في بالي سؤال بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما أدري هو مناسب ولا لا، بس يقرقع بصدري لازم أقوله. لو كتب أن يطلع الله أحد من خلقه على المقبولين الليلة قائمة بأسماء المقبولين، طبعا هذا غيب لا يعلم إلا الله سبحانه، لكن وش تتوقع حجم المفاجآت للخلق كلهم بالأسماء؟ كيف المفاجآت؟ ممكن معظم الأسماء ناس غير معروفين، ما أحد يعرفهم، الله يعرفهم، الأتقياء الأخفياء. وقد يكون من بينهم عامل في مطار يدف عربانه ما يعرفه إلا زميله في السكن، وأنواع وأشكال ما يعلمها إلا الله. وقد يكون من بينهم ما شاء الله عدد طيب من المؤمنات الصابرات على حفظ العهود مع الإملاق والضرر، نساء كثير. وقد يكون من بينهم عدد ممن دعوا ربهم فأجابهم بأن يجعلهم أئمة للمتقين في العلم والدعوة والدنيا والحياة. لكن أنا وإياك ما همنا هذا كله، إحنا طلبة نتفحص نتيجة الاختبار، نبحث عن أسمائنا فقط. يسألوني كثيرين كيف نعرف أن الله قبلنا؟ يا أخي، ما دام وقفت بين يديه ووجهت قلبك إليه وتكلمت بلسانك داعي مستغفر، أبشر، ما أقامك هذا المقام وهو يريد أن يردك. وبالمناسبة في ظني واعتقادي أن المقبولين عنده كثير خلاف لما يعتقده بعض الناس. الليلة أحسن ظنك بالله، الله يقول أنا عند حسن ظني عبدي بي أحسن ظنك. أعظم حافز ودافع للعمل هو حسن الظن، توقع القبول، توقع النجاح، فأبشر، توقع أنك الليلة بإذن الله مقبول. تلفت يمينك، تلفت شمالك، في شيء تقدر تسويه الليلة قبل الليلة؟ في شيء، في أحد أنت مزعله وتراضيه؟ في صدقة ممكن تمضيها؟ في عمل خير أنت متردد فيه؟ اجزم، لا تتردد، توكل على الله. في خطأ تقدر تتوب واستغفر منه بصدق اليوم؟ عجل. اللهم اجعلنا جميعا من عبادك المقبولين، تب علينا يا رب العالمين، وحقق أمانينا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا والمؤمنين. الله يهديها السناب، طيح بعض ما قلت. قد يكون من بين هؤلاء المقبولين الأخفياء عامل يسوي الأرض بمسحاته ويأكل من كسب يده الحلال. قد يكون من بينهم راعي غنم على رأس جبل يصلي آخر الليل ركعتين أو ثلاث بصدق وخشوع ودموع.